بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، تقبل اعمالنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا ولسائر المسلمين شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين برحمتك ارحم الراحمين. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفه ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهايه في بدء الخير والغايه، للامام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسفح مقطم بالقاهرة، حرسه الله رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلمه وعلوم مشايخه وتلامذته وزواره وقراء كتبه في الدارين آمين. الوجه التاسع في حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين، وهو الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل. وقفنا على الوجه التاسع، هو حدث هنا أكثر من 40 وجه في هذا الحديث في الشرح، يعني ظاهر هنعيش مع هذا الحديث مدة طويلة، عامل فيه 50 وجه، 50 وجه في الشرح. الآن في الوجه التاسع، يقول قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي تمحيص ثان لحقيقة دعوى الإيمان. فهناك يتميز الخبيث من الطيب في هذا الموضع، دليل على فضل الإيمان، لأنه لما تلبس هؤلاء المنافقون بدعوى الإيمان أبقيت عليهم حرمة ما في ذلك الوقت العظيم من أجل تلك الدعوة. يعني بالرغم أن المنافقين لم يؤمنوا بصدق، إلا أنهم ادعوا أنهم مؤمنين كاذبا وبهتانا، هذه الدعوة بحد ذاتها جعلتهم يقفوا في وسط المؤمنين بعدما اتبعت كل أمة من الأمم الكافرة ما كانت تعبد من دون الله ودخلوا جهنم. يعني حتى الدعوة وإن كانت بكذب، دعوة الإيمان استفادوا في الموقف أنهم كانوا بين المؤمنين فترة سبقهم الكفار إلى جهنم فيه، فما بالك الذي يقولها بصدق. الوجه العاشر، قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتيهم الله عز وجل. وربنا حينادي أهل الموقف يوم القيامة إن كل أمة تتبع ما كانت تعبده من دون الله، فالكفار كل واحد يتبع ما يعبده من دون الله، يعني يورده إلى جهنم، لأن مش هيمشي على الصراط، اللي يمشي على الصراط دول المؤمنين، لأن الصراط طريق الجنة، إنما الكافر اللي ملوش ليه طريق للجنة ملوش دخل بالصراط ده خالص، هيخش جهنم على طول من أبوابها مباشرة، إنما اللي هيمشي على الصراط دول المؤمنين، لأن ده طريق الجنة. واضح؟ فقبل ما يضرب الصراط خلاص كل أمة اتبعت ما كانت تعبده من دون الله ودخلوا جهنم، وبقي الموحدون من
من سائر الأمم والأنبياء جميعا، وفيهم طبعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد سيدهم وسيد العالمين، ومعهم منافقي كل أمة اللي بيدعوا أنهم مؤمنين وكانوا مؤمنين برضو معاهم كويس، يتجلى الله عليهم في هذا الموقف، يتجلى يعني يظهر لهم، يظهر لهم يعني يزيل حجب ويظهر في صورة بلا إحاطة تليق به بلا كيف، لكن يحدث إدراك عند أهل الموقف من الموحدين أن الله يكلمهم وأن الله يرونه، يروا فيه الربوبية لا الألوهية، لأن الألوهية لا تدرك، فيأتي معنا فيأتيهم الله كويس. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ مش كده برضو قال يأتيهم يعني إيه؟ يعني يأتيهم في صورة إيه؟ ظلل من الغمام، يتجلى في صورة الظلل، وإن كان هو لا يتقيد بصورة، واضح هذه المسألة. عشان كده بيقول في الوجه العاشر فيأتيهم الله عز وجل. الإتيان هنا بمعنى الظهور يعني يظهر، لأن الإتيان في اللغة يكون بمعنى المجيء، والمجيء يتطلب حركة وجهة، وربنا منزه عن الجهات لأنه بكل شيء محيط، ومنزه عن المكان بعلو المكانة والرتبة، ومنزه عن الزمان لأنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، واضح؟ وعلشان كده يجيء هنا أي بمعنى يظهر، لا بمعنى يأتي من جهة، لأنه منزه عن الجهات سبحانه. ليه منزه عن الجهات؟ لأنه قال هو بكل شيء محيط، والجهات شيء، يبقى هو محيط بها، أما غيره فلا يحيطون به علما، واضح؟ فيبقى ما فيش مجيء من جهة، لا، ده مجيء هنا بمعنى الظهور. تقول جاء الحق وإيه؟ وزهق الباطل. جاء الحق يعني ظهر الحق، يبقى جاء هنا بمعنى ظهر. فيأتيهم الله عز وجل، الإتيان هنا بمعنى الظهور، لأن الإتيان في اللغة يكون بمعنى المجيء والانتقال، كما تقول أتى زيد، وقد يكون بمعنى الظهور كقولهم أتى الأمر الذي قلتم بمعنى ظهر، وأتى الحق أي ظهر، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى العدل بعدي إلا يسيرا، فإذا طلع الجور ذهب من العدل مثله، والجور ليس هو جرم يطلع ويبرز، وإنما هو بمعنى ظهوره، الظلم يعني في الولاية والحكم. فيكون الإيمان بالإتيان مع عدم الكيفية والأوصاف اللائقة بالمحدثات كلها. الوجه الحادي عشر قوله عليه الصلاة والسلام يأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقولون سبحان الله ما أنت ربنا، ما نعرفكش، إحنا هننتظر إلى حد ما جينا ربنا اللي نعرفه، لأنه هيجي لهم في صورة غير التي يدركوه فيها، واضح؟ في الإتيان الأول كإتيان اختباري لهم، أو إتيان فيه حجب لهم، حجب بإدراكهم، وكأن إدراك صفات الله فوق الإدراك، واضح؟ لأن الله فوق تنزيه المنزه، فوق تنزيه المنزه نفسه، فسبحان الذي تقدس عن التنزيه بالتشبيه وتقدس عن التشبيه بالتنزيه، فلا المشبه أدرك ولا المنزه أدرك، لأنه لا يدرك، والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك سبحانه وتعالى. هل تم رؤية ربنا قبل هذا الموقف؟ ده لسه احنا أمني أول إتيان، عارفين بالأوصاف بالصفات، عارفين بالصفات اللي هم درسينها في الدنيا وخدوها في الأزهر في علم التوحيد وفي المدارس الإسلامية المختلفة،
ومن خلال قراءتهم للقرآن ومن خلال معلوماتهم بالحديث النبوي عارفين ان ربنا ليه صفات معينة. فهمت؟ ادي معنى الكلام. الوجه الحادي عشر قوله عليه الصلاة والسلام فيقول انا ربكم، هذا ايضا يجب الايمان به مع نفي الكيفية، لان مولانا سبحانه لا يتكلم بحرف. هيقول لهم انا ربكم، هيقول لهم بالحرف الالف كده والنون والالف. الله طب ما اصل الحروف دي عايزة مساحة زمنية وعايزة مخارج وعايزة شفتين ولسان وحلقة، شغلانة. والله يتكلم بلا آلة ويتكلم بلا زمن، فهو متكلم قبل خلق الزمان أصلا، يبقى بيتكلم كلام إلهي مخصوص بقى، ترجمه النبي بلسانه إنه يقول أنا ربكم. واضح؟ يعني الناس هتدرك ان ربنا بيكلمها، هيكلمها بلغتها بلسانها محتمل، وهيكلمها بكلامه القديم يحتمل، بحيث انه يترجم عندهم بمعنى انا ربكم. واضح؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فيقول انا ربكم، هذا ايضا يجب الايمان به مع نفي الكيفية، لان مولانا سبحانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وإنما هذا ميسر بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يسر القرآن الذي هو كلامه عز وجل. قال له في القرآن فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك، فيسر لهم بالذات كلام مولانا جل جلاله بلغة العرب كما يسر لهم كلامه في الدنيا باللسان العربي، واحتمل أن يكون عز وجل كلمهم بكلامه الذي هو صفته عز وجل كما كلم موسى عليه السلام وفهمه له كيف شاء وفهمه له كيف شاء، وتكون يسرت العبارة هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغته كما يسر القرآن بلغته بمقتضى الحكمة. الحكمة اللي هي إيه؟ الحجاب، السبب دي الحكمة، كأن كلام الله يتحجب في الحروف والمخارج، ولكن ليس هو الكلام الحقيقي بل كلام خارج بحجاب الايه؟ التجلي. فهم؟ يسموه الحكمة. فالحكمة مخلوقة لكن القدرة قديمة، فتختبئ القدرة في الحكمة لتأتي في عالم الظهور، حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يراه ظاهرا، لأنه لو ظهر اختفى كل ما سواه، واخد بالك؟ وبالتالي لابد أن يأتي نقاب فوق نقاب فوق نقاب حتى يروا الناس القدرة منتقبة في الحكمة. واضح؟ كما يسر القرآن بلغته بمقتضى الحكمة. القرآن ده مش كلام الله لا بصوت ولا حرف، لكن الله ده يسره بقى فيه صوت وحرف ومخارج، وفي علم في القراءة يسموه علم مخارج الحروف، مش كده برضه؟ ده علم كبير، وعلم كمان في زمن القراءة. يقول لك هنا تمد ست حركات، هنا تمد اربع حركات، ده في زمن، ده كمان الزمن دخل في الكلام والمخارج والألفاظ والآلة والشفتين واللسان والحنجرة والنفس، وكل دي أشياء مخلوقة دخلت علشان يظهر كلام الله. فهمت بقى ازاي؟ كل ده ايه؟ ده بمقتضى الحكمة، لكن القدرة كلامه لا بصوت ولا حرف ولا زمن، ما يحتاجش حاجات دي كلها. لكن احنا اللي احتاجنا ان الكلام يختبئ وراء هذا كله حتى يصل الينا لندركه، وإلا لا ندركه. فهمت بقى المسألة؟ احنا اللي محتاجين، مش كلام الله هو اللي محتاج، احنا اللي محتاجين عشان نؤهل لسماعي. فهمت؟ طب يا دكتور، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم كان مهيئ ان هو يستوعب كده على طول المدلل؟ هو نزله على قلبه ثم يسره على لسانه بلسان قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مهيئ ان هو يستوعب؟ ولابد النبي يكون مهيئ، ما هو النبي ده مهيئ للوحي، لابد. تفضل. وفقها معناها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إيه؟
وإذا سألك عبادي يعني إيه علاقة الدين اللي إحنا بنقوله؟ علاقة إن إحنا محتاجين الوسطة، لكن ربنا مش محتاج الوسطة. أيوة محتاج طبعاً الوسائط. الوسائط اللي هي التي تخفف عليك القدرة فتظهر في عالم الحكمة. عالم الدنيا ده اسمه عالم الحكمة. فقدرة الله اختبأت في ايه؟ في الحكمة. الحكمة دي بقى كل الوسائط. الوسيطة العظمى ده سيدنا محمد. لكن في وسائط اخرى. هو انت دلوقتي انت خلقت نفسك؟ ابوك خلقك؟ امال ايه دور ابوك؟ لابوك خلقك ولا انت خلقت نفسك؟ امال فين دور ابوك؟ وفين دور الام اللي حملت فيك؟ ده حكمة. ربنا خبأ قدرته في الوسائط، فجعل بقى ذكر وانثى وحمل واولاده، زي ما خبأ الشفاء في الدواء ووصفة الطبيب. لكن هو مش محتاج الحاجات، خبأها حتى تؤمن بالغيب. فهمت بقى المسألة؟ فالوسائط موجودة. كما يسر القرآن بلغته بمقتضى الحكمة اللي هو عالم الوسائط والأسباب. فهمت بقى؟ والكيفية في الموضعين غير ملحوظة بل منفية، نفي كل ويترتب على ذلك من الفقه الإيماني القطعي بالكلام المذكور ما عدم الكيفية. يعني احنا مش عارفين الكيفية، هو النبي ترجمها لنا ان ربنا هيقول لنا انا ربكم. طب والكيفية دي هتوصل لنا ازاي؟ هنسمعها بوداننا ولا هنسمعها بعينينا ولا هنسمعنا بوشنا ولا هنسمعها بايدينا ولا هنسمعها بكلنا، بحيث يبقى كل ذرة فيك لها وجه تسمع. هتسمعها ازاي يعني؟ ان شاء الله تقابلني على الصراط ان شاء الله واحنا نقول لك بقى. يعني معناه ان الكيفية دي احنا ما نعرفهاش دلوقتي. فهمت بقى المسألة؟ الكيفية دي احنا مش هنعرفها دلوقتي. وكذلك في كل موضع يقع الكلام في ذاته الجليلة سبحانه وفي صفة من صفاته لا سبيل للنظر في الكيفية في شيء من ذلك، لأن الله لا تقيده كيفية. فهمت؟ هذه الحكاية، الله لا يقيده قيد، هي دي المسألة. فأنت لازم تقول تكيف، يعني لازم تكيف، وانت هتكيف بقدر عقلك، والتكييف بقدر العقل مخلوق والله خالق فوق كل تصور. فهمت بقى ازاي؟ الوجه الثاني عشر قوله عليه الصلاة والسلام: فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يبقى جيهم المجيء الأول يقول لهم أنا ربكم، يقول لا احنا واقفين هنا لما يجي لنا ربنا اللي نعرفه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تجلى عليهم في صورة لا يدركونه فيها بمقتضى علمهم، ليبين لهم أنهم قد عجزوا عن إدراكه في كل صور تجلياته، لأنه تجليه لا ينقضي ولا ينقطع. فأعجزهم وأعجز علماءهم الذين بينهم، لأن اللي هيقولوا كده على فكرة مش العوام، ده العلماء. كل عالم وراء تلمذته فاستنوا انتم، لا احنا واقفين هنا لما جلنا ربنا، يبقى ده العلماء. فأعجز العلماء في علمهم به سبحانه وتعالى. وعلى شكل بيقول ايه: الهي انا الجاهل في علمي، فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ هذه الحكاية. فهو اعجزهم اولا. فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفناه. هذا ادل دليل على ان ادراكات الحواس خلق من خلق الله، يخلق عز وجل فيها ما يشاء كيف يشاء. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: يأتيهم فيقول أنا ربكم، على المعنى المتقدم. فمع الرؤية والكلام لم تقع لهم معرفة، لأن حجابهم جعل من عند أنفسهم. ونضرب بذلك مثلا في عالم المخلوقين عشان تدرك في عالم الخلق يعني. ولله المثل الأعلى، مثل قرص الشمس إذا أقبلت وقيل للضعيف البصر انظر الشمس، وهو يعلم بالقطع أن عين الشمس إذا لم يكن دونها سحاب أنها مستنيرة، فإذا نظر إليها ببصره وبصر ضعيف رأى فيها طرقا حمرا وصفرا وسودا، فيقول ليس هذه الشمس، مع أن هي الشمس.
فالإنكار لأنه هو اللي محبوب. واضح؟ ليس هذه الشمس التي أعلم، فيقال له منك عدم حقيقة الإدراك. يقول له ده العيب منك، ده هي الشمس، ده انت اللي مش مدركها، بس عينك نظرك ضعيف يا مسكين. يقول لا برضه مش هي الشمس، فينازع في ذلك، فيقال له داوي بصرك ده، ثم تعال وأبصرها. فإذا داوى بصره وعاد إلى نظرها رآها على حال كمالها من الحسن والضياء، فحينئذ يسلم أن حجابه كان من عند نفسه. هذا في مخلوق مع مخلوق، فكيف مع من ليس كمثله شيء؟ فالحجب كلها التي لنا منا بمقتضى القدرة والحكمة الربانية، لأنه قال لك قبل كده في الحكم لا يحجبه شيء، لأنه لو حجبه شيء لكان مقهورا. المحجوب هو أنت، الله ليس بمحجوب، المحجوب هو المخلوق. واضح؟ الوجه الثالث عشر فيه تعلق لأهل الصوفة الذين يقولون بأن الحجب كلها من أنفسهم، فمن صح له منهم الخروج الكلي عنها فقد وصل وعرف وخاطب وخوطب وأبصر وبصر، لكن مع التزام حدود الإكبار والإعظام وتقرير القواعد الشرعية والتنزيه اللائق بالجلال. الوجه الرابع عشر قول هذا مكاننا أي لا نبرح منه حتى يأتينا ربنا أن يتجلى لنا كما وعدنا في دار الدنيا. ويؤخذ هنا من الفقه أنه على قدر حال علمك في هذه الدار يكون حالك في تلك الدار. يعني أنت لما هتبعث يوم القيامة هيبقى قدر علمك هو قدر علمك اللي أنت حصلته في الدنيا. واضح؟ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قيل له عن فتان القبر، قال أيكون معي عقلي؟ قيل نعم، قال لا أبالي. يعني هو لما عرف ان في سؤال القبر قال طب وانا لما يجوا يسألوني هكون بعقلي كده زي ما انا دلوقتي كده عاقل ومدرك للإيمان؟ قالوا له اه هتبقى معاك عقلك. قال لهم خلاص انا ما يهمنيش بقى، هذا ما يعالي حاجة أوي، فهم؟ يعني مش هيزول عني عقلي. قال لا أبالي، وذلك لعلمه أن علمه يكون على أكمل حالات الإيمان الآن يعني. فلذلك قال إذا بقي معي ما عقلته من الإيمان فأنا ناج لا شك فيه، وإنما خاف من تبديل الحال لحسن يزول عقله ويسألوا عقله زي طب ما مش هيجاوب، فلما طمنوه أن هيبقى عقله معاه يبقى خلاص. ولذلك قال أهل العلم بالمعرفة والشريعة أن التجلي هناك في دار الكرامة يكون بتفاوت الناس فيه على قدر معرفتهم في هذه الدار بالإجلال والإعظام. وقول فإذا جاء ربنا عرفناه معناه فإذا تجلى لنا نفسه عرفناه، لأن المؤمنون هنا يعرفون أن قدرته جل جلاله عظيمة تفعل ما شاءت كيف شاءت. وهنا بحث هل كل الناس يقولون ذلك على لسان واحد أو أهل الخصوص والمعرفة هم الذين يجاوبون ويخاطبون والغير في حكم التبع كما هو الأمر في هذه الدار. لأن العرب إذا تكلم البعض من الجمع قال القوم الأمر محتمل للوجهين معا. يعني هل كلهم هم اللي حيقولوا كده ولا علماءهم وأهل المعرفة فيهم وهم سامعين؟ يحتمل أن كلهم يجاوبوا، وفي الغالب أهل المعرفة هم اللي هيتكلموا. والقدرة صالحة أن تعطي هناك للعام من حسن الجواب والأدب كما تعطيه للذي قد من عليه بالمعرفة هنا. وفيه بشارة عظيمة وهي الإخبار بإبقاء الإيمان، وهذا القدر من الإفضال حتى يقع الخطاب بين هذا العبد الذي هو على ما هو عليه من الحقارة مع هذا المولى الجليل. وده برضو أنك أنت يعني دي بشارة للمؤمنين أن ربنا هيخاطبه وأنه هيسمع خطاب الله عز وجل يسمعه ويجاوب. دي كلها كرامات كبيرة لأهل الإيمان أنه يسمع الخطاب ويفهم الخطاب ويجيب الخطاب، دي في حد ذاتها كرامة.
خطاب مع هذا المولى الجليل مع ما هو عليه من الاستغناء والجلال. ولذلك روي عن بعض المتعبدات أنها كانت تفرح بالموت وتقول: أوليس يخاطبني ويوبخني ويقول لي: يا أمة السوء فعلت كذا وكذا. فذلك غاية مطلب إنه كلمني بس، وطالما هيكلمني وهو كريم يبقى رحمة، حتى لو شتمني ووبخني كويس إن هو شتمني وأنا سمعته، دي كرامة. فهم؟ وقول فيأتيهم الله يتجلى لهم، وقول فيقول أنا ربهم، هو ما على ما تقدم من القول قبله من البيان، وقوله فيقولون أنت ربنا، لما يجي لهم بقى في التجلي الثاني يدركوا بقى خلاص كلهم، يقولوا أنت ربنا خلاص. وفين؟ فحين من عز وجل عليهم بالمعرفة عرفوه. يبقى المعرفة لا تتم إلا أن ربنا يأذن أن يعرفوه، لأن لما جالهم في التجلي الأول لم يأتي معها الإذن بالمعرفة فمعرفوهوش، في التجلي الثاني جالهم بإذن المعرفة فعرفوه. فلو تجلى من كل صورة ولم يمن عليك بالمعرفة جهلته في كل شيء، فلا بد أن يمن عليك بالمعرفة حتى تعرفه في كل شيء فلا تجاهله في شيء. فهمت بقى؟ فالمعرفة دي منة من الله. وقول فيدعوهم هنا أي يدعوهم إلى الاتباع لما جاء في حديث غير هذا، وقالوا فيتبعونه أي يتبعون حيث يؤمرون. وقد جاء أن هذا الموطن أعني موطن الاتباع يكون التفرقة بين المؤمنين والمنافقين حتى يقال لهم ارجعوا وراءكم. طبعا لما يقول ايه اتبعوه يتبعوه، ويؤمر المنافقين ارجعوا وراءكم، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة جهة المؤمنين، وظاهره من قبل المنافقين العذاب لأنهم أهل حجاب. هنا يضرب بقى السور في اللحظة دي اللي هو ايه مذكور في سورة الحديد، حتى يقال لهم ارجعوا وراءكم فيلتفتون فيضرب بينهم بسور كما أخبر جل جلاله في كتابه فضرب بينهم بسور. وقد جاء أيضا مثل في حديث غير هذا. الوجه الخامس عشر فيه من الفقه أنه عند الاختبار يتبين حقيقة الحقائق، ويترتب عليه من الفائدة بعد الإيمان القطعي به أن يختبر المرء هنا، أن يختبر المرء هنا حال إيمانه حتى يعلم من أي الفرق هو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولتعلم أن حكم الله عدل وما أمرنا به حق وأن الحكم لا يتبدل، فلا تمهل نفسك وتطمع في الخلاص بضد موجبه فهو عين الحمى. وهنا سؤال، وهو أن يقال ما الحكمة في تجلي مولانا لنا أولا ولم يعطنا المعرفة، وفي الثانية يتجلى لنا ويمن علينا بالمعرفة، ولما لا يتجلى لنا عندما اتبعت كل أمة ما عبدت؟ طب لما تجلش لنا في وقت ما اتبعت كل أمة ما عبدت؟ تتأخر التجلي بعد ما اتبعت كل أمة ما عبدت. فإن قلنا هذا مما استأثر الحق عز وجل به ولا سبيل لنا لمعرفة الحكمة في ذلك فلا بحث. وإن قلنا إن الحكيم لا يفعل شيئا إلا بالحكمة وما أخبرنا إلا أن نتفكر ونعتبر ونتبصر وهو الأظهر والله أعلم، فما الحكمة في أنه عز وجل تجلى لنا مرتين ومنعنا في الأولى الميز ومن به علينا في الثانية؟ الميز يعني التمييز، ومن به علينا في الثانية. فنقول والله أعلم، لأن يكون بدء الخير وهو التجلي والكلام بما كنا عرفنا به في الدنيا أنه ليس كمثله شيء، وأن كل ما فينا من حواس وما فيها من إدراك خلق له عز وجل، فعرفنا أولا بالصفة التي ابتدأنا بها في الخلق أولا وآخرا، وهي صفة القدرة المتصرفة فينا مع إبقاء صفات دعوانا فيما جبلنا عليه أولا بأول بمقتضى الحكمة. وأما كونه عز وجل أخر التجلي حتى لم يبقى إلى هذه الأمة فيها منافقها على البحث المتقدم وهم جميع الرسل وأممهم جنا وإنسا، فذلك والله أعلم ليظهر لهم قدر النعمة عليهم، إذ يعينون ذلك الجمع الكثير كلهم يريدون النار، ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلي والخطاب فيقدرون إذ ذاك على قدر المنة بمقتضى الحكمة، كما جعل عز وجل بين الجنة والنار تيقانا يبصر أهل الجنة
منها أهل النار وما هم فيه، فيكبر عندهم قدر النعمة التي هم فيها، لأن النعمة لا تعرف إلا بمعرفة ضدها. جعلنا الله من أهل نعمة نعمه في الدارين منه. وقول يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يضرب الصراط أي ينصب، كما تقول ضربت الحبل أي نصبته. وقد جاءت صفة الصراط أنه أرق من الشعر وأحد من السيف. الصراط أي عليها ضحض مزلة، يعني أرض مدحضرة ومزحلقة، يعني حيقع حيقع اللي يمشي فيها. دي مين؟ للعاصي. لكن الطائع واسعة وجميلة وسفلتة يجري عليها زي ما عايز، فهمت؟ يبقى الصراط هيكون على هيئة على قدر حالك، مش أرض كده أي حد يمشي فيها كل شايفة حاجة واحدة، لا، ده الصراط اللي انت ماشي عليه معمول على قد عملك، واللي جنبك ماشي على صراط تاني معمول على قد عمله، فاللي عمله حلو ومقبول صراطه مريح، واللي عمله على الحركرك صراطه على الحركرك، واللي عمله مدهول صراطه مدهول، واللي كل شوية يقع في الفتن صراطه يوقع، فهمت؟ فكل واحد على الصراط بتاعه على حسب حاله مع الله في الدنيا. هو كل شوية يقع في الفتن، وكل ما يمشي في الصراط برضه يقع ويتدقلك، كل ما تعرض عليه الفتن تمد ايدها ياخدها بالحضن، النار تاخده بالحضن علشان تنقيه. ما احنا قلنا ان المؤمن مش هيدخل الجنه الا اذا تنقى، يبقى النار دي نار تنقيه ونار ترقيه، نار تنقيه ونار ترقيه، مش نار عذاب. ده نار ايه؟ زي بالظبط ما بتحط التبر، التبر ده اللي هو ايه؟ الذهب، وهو مخلوط بغيره خام، يعني عايز تطلع الذهب بقى تعمل ايه؟ تحطه في النار، يقوم لما يوصل لدرجه الانصهار تبص تلاقي غير الذهب يطلع زبد، زبد كده، تقوم تشيل الزبد كده يتبقى في وسط النار راكز ايه؟ الذهب، تقوم تطفي النار بعد كده تاخد الذهب الخالص. يبقى النار اللي انت بتحط التبر فيها، النار دي نار ايه؟ نار تنقيه، ده انت بتنقيه مش بتعذب الذهب، ده انت بتطلع المعدن الاصلي. كذلك المسلم، الناس معادن، يقول المسلم العاصي اللي اختلط معدنه الاصيل بالزباله والمعاصي والزبد يدخل لنار الترقيه، تقوم تفور الزبد تمد ايه؟ تطلعه، ويتبقى ايه؟ المعدن الاصلي الحلو اللي هو يصلح للجنه، واخد بالك؟ يبقى دي نار ترقيه تنقيه، واضح؟ ما بيقول فأما الزبد فإذا بجفاء، وأما ما ينفع الناس فينكس في الأرض، نودع مثال. يبقى هيضرب الصراط أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، ده الوصف المرعب، ده للصراط ده، ده لأهل المعاصي وأهل الفتن وأهل إيه؟ الكبائر، اللي هم إيه؟ ناويين يتنقوا شوية، لسه لم ينقوا بعد. وأنه سبع عقبات كمان هتقابله في الصراط ده، سبع عقبات، وأن طول كل عقبة مقدار 3000 سنة مسير، يعني على القدم. كل ده لأهل المعاصي، لأن في ناس تنقيتها تتم بأن الصراط بتاعها هيبقى طويل قوي، مش هيخش النار، بس هيفضل ماشي مشوار مرهق والنار قاعدة تأذيه وتلهلبه، لكن هو ما دخلهاش، بس هي بتلهلبه ماشي في طريق صعب، على ما يخلص الصراط يلاقي نفسه كده اتنقى بقى نقي، يدخل بقى الجنة، بس بعد ما شاف الويل وسواد الليل وتلهلب. عشان كده الرسول بيقول ايه؟ فمنهم من يكبو ومنهم من يحبو، يعني في ناس تمشي بتحبي، وناس تمشي بتتكفي على وشها وتقوم تاني، تتكفي على وشها وتقوم تاني، تتكفي على وشها كده مشيته. فمنهم اللي ماشي ايه؟ حبوا على بطنه. شفت انت الجماعه بتوع الجيش كده ساعات ايه؟ يجيب لك ازاي يمشي بقى على بطنه كده، علشان الحروب بقى ايام ما كانوا بيحاربوا، يعني زمان لما كانوا بيحاربوا، لكن دلوقتي بقوا بيحاربوا المسلمين، المسلمين بيحاربوا المسلمين، بطلنا بقى نحارب الايه؟ الاعداء الكفار، بقينا بنحارب المسلمين، جيوش المسلمين بتحارب المسلمين،
ربنا يعني يهديهم للصواب. فالجيوش زمان كانت بتمشي على بطنها كده ايام ما كانت بتحارب الاعداء، يعني يسموه حبوا، او في ناس هتمشي على الصراط بالطريقه دي مش قادر يمشي على رجلين لانه ما كانش ليه رجلين بتشيله للطاعه. كل ما يجي يعمل طاعه رجليه ثقيله مش عايزه تمشيه، لكن اول ما تيجي يعني خاطر المعصيه يجريها جري. تيجي تقول له تعالى صلي في الجامع يتساقل، تعالى جاهد في سبيل الله ثقلتم الى الارض. فاذا تساقل عن فعل الخير في الدنيا يقوم يتساقل في سرعته على ايه؟ الصراط. على قدر مسارعتك للخيرات في الدنيا على قدر مسارعتك على الصراط. عشان كده ربنا يقول سارعوا سابقوا الى الخيرات، عشان اللي هيعمل هنا كده في الصراط هيبقى كأجاويد الخير، منهم كالبرق. ده منهم ناس هتمشي على الصراط ده كالبرق، يعني يبقى في الجنة قال الصراط خلصنا كده، واخد بالك؟ تصور كده واحد تاني بقى ايه ماشي وشايف ده وهو ماشي مسكين يخطي خطوه ويقع خطوتين والتانيين كلها ايه بتجري. دي مصيبه. ربنا يستر. كل ده في الشغل مع مين؟ مع الموحدين. امال المشركين فين؟ دخلوا النار خلاص، خلصنا منهم. لا احنا خلصنا الشغل على الصراط ده شغل الموحدين. فهمت ازاي؟ المنافقين في كلاليب بقى زي شوك السعدان تروح قبضاهم وترميهم على طول، تروح واخداهم كده وهو ماشي ماشي ازاي انت في وسط الموحدين يا مجرم تعالى روح، واخده كده كلاليب كشوك السعدان تديله على طول على ايه نفوخه تنزله تحت. فربنا ينجينا يا سيدي. عشان كده انت شوف حالك مع الله، انت بتسارع على الخيرات في الدنيا ولا ما بتسارعش للخيرات؟ على قدر مسارعتك في الدنيا للخيرات، على قدر سرعتك على الصراط، وعلى قدر تباطؤك في الدنيا لفعل الخيرات، على قدر تباطؤ سرعتك على الصراط. هي دي المشكلة بقى اللي احنا فيها. وأن طول كل عقبة مقدار 3000 سنة على أحد الأقاويل، وقول بين ظهراني جهنم أي على وسط جهنم، لأن الحروف عند العرب تبدل بعضها من بعض، وهو من فصيح الكلام بقوله عليه السلام في حديث الإسراء أتينا على السماء السادسة معناه إلى السماء السادسة، وتقول العرب فلان بين ظهراني القوم أي في وسط القوم، فيكون المعنى فينصب على وسط جهنم. وقد جاء أن النار تدور بالناس في المحر كما يدور الخاتم بالأصبع، وأن الشمس من فوقهم وليس لهم طريق إلى الجنة إلا على الصراط إذا نصب، وصفته كما تقدم. ويترتب على ذلك من الفقه الإيمان بالصراط أنه موجود وأنه حق وأنه الآن مخلوق، ويؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يضرب فلو لم يكن مخلوقا لأخبر أنه يخلق، فلما أخبر عليه السلام في غير هذا الحديث به وبصفته وتحقق وجوده أخبرنا هنا بأمر قد علم ولو لم يكن كذلك لأخبر به حتى يعرف هذا الاسم على ما إذا على ماذا يقع. والصراط في اللغة هو الطريق، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما أي طريقي. الوجه 13 يؤخذ منه الدليل على عظم قدرة القادر جل جلاله، يؤخذ ذلك من كيفية وصف هذا الصراط وعظم النار التي هي بقدر طوله وهذا الترتيب العجيب. الوجه 17 فيه دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون بأن النار مخلوقة موجودة الآن، لأن الصراط لا يضرب على شيء إلا أن يكون مخلوقا موجودا حسا. ونقف على الوجه 18 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقرأ الصلوات الحسنى من الصلوات اليسرية على سبيل الدعاء. أيوة. تجلي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف طب مختلف عن نظر الوجه الكريم ده في الجنة بقى تجلي تاني أحلى بشكل آخر طبعا طبعا، لأن كل تجلي بحاجة جديدة، كل تجلي له إيه حالة جديدة. أين ذهبت؟ دي صلوات الأسماء الحسنى من الصلوات اليسرية على خير البرية، قرأنا بالأمس 3 هنقرأ النهارده 3 على سبيل الدعاء.
اللهم يا رحمن بجلائل النعم ويا رحيم بدقائق الإنعام، فأنت رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته مظهرا للرحمنية وسرا ساريا بالرحمة للعالمين بالتجلي الرحيمية، صلاة أحمد بها رحمانيتك وأشكر بها رحيميتك، فترحمني بها رحمة تغني بها عن رحمة من سواك، فلا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ملك ويا مالك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي ملكته الكوثر والشفاعة والمقام المحمود والحوض المبرور، صلاة تملكنا بها أعمارا في طاعتك وألسنة في ذكرك وقلوبا في مراقبتك وأرواحا في شهودك وأسرارا في حبك وإيثارك على كل مطلوب، يا من يؤتي ملكه من يشاء. اللهم يا قدوس، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي قدسته عن الهوى بهواك وهديته وهديت به فكان نجم هدايتك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلاة تقدسنا بها عن كل وصف وفعل وقول يحجبنا عنك حتى نكون بك ولك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.